شاء الله في الادوار القادمه ان مستوى تتحسن. تتوقع نهائي كاس الامم هيبقى بين مين ومين؟ انا حاسس انه فهم مفاجاه بصراحه. مفاجاه لانه شايفين يعني موريتانيا ترشحت على حساب الجزائر، يعني فما فرق اللي ممكن ما كانتش قبل. شفنا الكاب فير كيفاش يعني منتخب الكاب فير خلاص ياكد الحقيه. شفنا المنتخبات اللي ما كانتش ممكن مترشحه انها تلعب الادوار الاولى وقاعده تقدم في مباريات كبيره. يعني لو قلت لك الفرق المفاجاه بالنسبه ليك في البطوله كانوا اكيد موريتانيا مثلا. اكيد موريتانيا تخطف الانبار. توقعاتك لمنتخب مصر في البطوله ايه؟ الان ترشح للدور القادم دور 16. اظن شفت ان المنتخبات العربيه كلها ما لعبتش بمستواها بصراحه، يعني ان شاء الله في الادوار القادمه المستوى تتحسن، لانه المنتخبات العربيه كما شفناها في يعني في الدورات السابقه ديما توصل لمراكز يعني مهمه، سواء الجزائر ولا تونس ولا المغرب ولا مصر، فمهم جدا.